أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم مثل معنا. حلقتنا لهالأسبوع بتدور حول شخصية ظريفة في التاريخ العربي، هي جحا. المثل بيقول جحا أولى بلحم تورو. خلينا نروح سوا لنشوف شو بيعرفوا الناس عن هالمثل وشو قصته وإمتى بينقال. يلا معنا. السلام عليكم. هلا اخوي، خلص. من وين حضرتكم؟ انا من قريه بلاس، ريف حلب الجنوبي. نعم، اهلا وسهلا فيك. من حلب. اهلا وسهلا فيك. في مثل بيقول جحا اولى بلحم تورو، سمعان فيه؟ اي طبعا معروفه هي. شو معروف عنها؟ احكي لي. جحا اولى بلحم تورو، يعني جحا أولى بلحم تورو، ما يجي الغريب ياكله. شو قصة المثل هاي؟ والله ما بعرف شو قصة. والله عندك فكرة عنه انت؟ ابدا ما عندي اي معلومة. طيب امتى بينقال؟ يعني بينقال وقت اللي الانسان تكون عنده مثلا شغلة وهو أولى فيها من غيره، من غريب. ايوه ايه، فالحولة بينقال. لكن ما بتعرف شو قصة المثل؟ لا أبدا. في مثل شبيه فيه؟ ما عندي فكرة. لا بدكم العافية. أنا شكرا لك. العافية والسلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. الله فيك. الله. شلونك؟ راس يا أخوي. مين حضرتك؟ سجو هون. أهلا وسهلا فيك. سجو، تحب الأمثال؟ ما فهمت عليك. تحب الأمثال الشعبية؟ ليش ما بحبها؟ بحبها. شو بتشتغل؟ عادي مدني بشتغل. مدني. عامل. عامل. ايه. في مثل بيقول جحا أولى. كمل. جحا أولى. ايه. والله ما بعرف. جحا أولى بلحم تورو. مزبوط. سمعان في؟ لا ما يسمع. ولا مرة؟ ولا مرة والله. طب شو فهمت هالكلام هاد؟ جحا أولى بلحم تورو. والله ما فهمش. اعطيني مثل انت بتعرف قصته. خيو امثله والله ما بعرفش، اعذرني انا ما بعرفش. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يسلمك على راسي. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه. الله يعافيك. من وين حضرتك؟ من سد الشهباء. اهلا وسهلا فيك. سمك. تحب الامثال؟ والله نوعا ما. طفي السيارة شوي. شو كنت تشتغل؟ والله كنت صاحب منشرة. منشرة حجر؟ حجر. تمام. في مثل شيء بخص المنشرة صوتها؟ أنا بعرف اللي بيشتغل في المنشرة الحجر بينطربوا على صوت المنشرة. مزبوط. أكيد إيه طبعا، كل واحد مصلحته ينطرب فيها يعني. أنت شو في مثل هيك على المنشرة مثلا؟ والله مصلحتك؟ ما في شيء ببالي يعني. ما في. ما في شيء. أنا بجيب لك مثل من عندي. تفضل. في مثل بيقول جحا أولى بلحم تورو. مزبوط. شو قصته؟ ما عندي فكرة عنه والله. طيب شو مدلوله؟ شو معناه؟ حكمته؟ يعني الشيء اللي تكون الغريب لك هو يعني أنت أولى فيه، يعني ما بتعطيه لغيرك يعني. المثل صحيح برأيك؟ أكيد لا. شو الصح؟ الصح أنه بتشارك الناس بكل شيء، يعني إن كان في شيء أمر فيه خير فيه شغلة يعني. حلو كتير. بتسألك تعرف شيء عن جحا؟ نسمع فيه بس أكثر ما بعرف شيء. تسمع عنه؟ بس جحا يعني ممكن صغار بالمدرسة وغيره، غيرك ما بنعرف شيء والله. شخصية طريفة ظريفة. ما بعرف شيء يعني. صاحب نكهة ومقالب. لا والله ما عندي فكرة عن شيء خالص. ما عندك فكرة عن هالشيء؟ إيه والله. في مثل قريب من هالمثل؟ ما عندي فكرة عن الأمثال يعني، ملتهين بشغلتنا بالحجر بتعرف يعني، بقولوا إصلاحة الحجر بتنسي كل شيء وبتلهيك عن كل شيء. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. من وين حضرتك؟ من ترفعت. أهلا وسهلا فيك. نازح لهون؟ إيه نازح. قد صار لك؟ صرنا 3 سنين ونص. الله يرجعكم لبلادكم يا رب. الله يسلمك. تحب الأمثال؟ نعم. تحب الأمثال الشعبية؟ شو؟ والله ما لي حفظة، ما لي دارس. ما لك حفظة؟ ما لي علاقة دراسة في الموضوع. الأمثال هي عبارة عن يعني خبرة وحكمة وهيك شيء. والله مالي دورس ما بعرف. طيب انا راح اسالك واختبرك. تفضل.
في مثل بيقول جحا أولى، ما بعرف ما بعرف تكمله؟ لا ما بعرف زعلم. خليني أسأجرك، جحا أولى بهيش؟ ما بعرف والله. جحا أولى بلحم تورو؟ مزبوط. مر عليك يعني؟ اي بس نسيه. ما احكي لي شو قصته؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ لا. مين جحا؟ ما عدى علي والله هيك يعني سؤال. طيب هذا المثل شو بيعني لما بنقول جحا أولى بلحم تورو؟ لأنه يعني واحد غرضه أو كذا أو له فيه يعني من غيره. هاي قاعدة صحيحة في الحياة برأيك؟ إيه والله لازم يكون. لازم؟ إيه. إذا شيء لك ما بس لحد يأخذه منك أو يتقاسم معك. يتقاسم معك ممنوع؟ هلا إذا بدي أنت بدك تقاسمه هذا شيء بصير يعني، بس إنه هو يجي غصب إنه يقاسمك فيه ما بس. لا ما هو غصب، محبة. إذا بالرضا إيه معلش ما في مشكلة. أنت بتريد تأخذ من الغير كمان؟ تقاسم الغير بملكه مثلا أحيانا في بعض الأحيان لما تكون بحاجة؟ هلا إنه إذا برضاته هو قاسمني معلش، بس إنه غصب عنه قاسمه ما بصير. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. شكرا لكم. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. شلونك؟ يا هلا. تعرف على حضرتك؟ علي الحميد. أهلا وسهلا فيك. شو حالك؟ منظفات. منظفات. من وين حضرتك؟ أنا من حلب من المرجية. أهلا وسهلا فيك. ليش عبس؟ ليش عبس؟ ما أثر عليك الصوم؟ والله الصوم الحمد لله الله ما قدرنا عليه، بس هالأوضاع بشكل عام يعني شوفت عينك. طيب الأوضاع راح تمشي سواء ابتسمنا ولا عبسنا؟ زيك طبعا. أكيد أكيد. طيب بدي أسألك عن شخصية بالتراث اسمها جحا، التراث العربي سمعت؟ معروفة لكن. شو قصة جحا؟ مين جحا؟ والله ما بعرف بالضبط مين جحا، بس يعني هو كان رجل مشهور يعني بحركاته وشغلات يعني مواقفه الظريفة. طيب إيه؟ في مثل بيقول جحا أولى بلحم تورو. بلحم تورو. احكي لي شو قصة المثل هذا. والله ما بعرف. انت بتقوله؟ اكيد. ايه ما بتقوله؟ بقوله لما اللي يكون شغلة بالنهاية مثلا أحسن ما تروح لغيري هي تكون إلي مثلا، يعني إني أنا أولى فيها. هي بتكون بالأصل إلك ولا أنت بتحبها؟ لا بدها تكون هي مثلا هي إلي، أحسن ما تروح لغيري إني أنا أولى فيها من هالباب يعني. هل أولى فيها يعني هي نوع من الأنانية، نوع من حب التملك ولا نوع استئثار ولا أنه إيش يعني استعمل. هي حسب الحالة وحسب الموقف بتصير. ايه. يعني احسن ما بتروح مع واحد ما بيسوى مثلا ايوه او شغله ايه حسب الموقف يعني تضيع بلا بلا أيوة بلا سبب ايوه بلا سبب بتروح بمحل ما محله مثلا مشان هيك اني تكون باب اولى اني انا اولى فيه. طيب حصل معك شيء موقف من النوعيه هي انه انت يعني اعطيت شيء وضاع بغير محله وراح يعني ندبت انه اعطيت؟ والله بصير كثير هيك شغله. اعطيني مثال هيك. والله ما متذكر الزلمه اللي اجى وراي بيعرف هلا؟ ما حصل معك شيء موقف مرة لأنه مش بهذا المثل جحا أولى بلحم تورو؟ لا والله أبدا. والله أبدا. أنت بتريد توزع من لحم التور ولا كله بتاخذه لك؟ بريد أوزع بس يعني مو قصة لا تبسط كل البسط. لا تبسط يديك كله البسط. أزم علي قليلة طبعا. هي الحكمة؟ الحكمة إيه. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. الله يسلمك. أهلا وسهلا. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بالشباب. من حضرتكم؟ أهلا وسهلا. نحن مريف حلب الجنوبي. أهلا وسهلا فيكم. الجحي أولى بلحم تورو. نعم. الحكي صح؟ نعم. ليش صح؟ والله هيك يقولوا. انت مقتنع بهالكلام؟ ليش كل شيء بينقال صح يعني؟ لا مثل دارج. مثل دارج هاد جحا اولى بلحم تورو. طيب انت مقتنع بهالمثل هاد؟ والله مثل عن جدي هذا بقولوا قديم يعني ما هو جديد هالمثل. شو مقصود فيه؟ جحا اولى بلحم تورو فطس تورو هو اولى بيه يعني ما كبه تم عنده ابدا من غيره. ابدا من غيره فطس تورو ولا شي فطس هيك قالوا هيك نحن قيلا عن قال بقى ما بنعرف على السوا شو القصه
والله يقولوا يعني مثل ما قال فطر الثورو يعني مثلا ذبحوا يعني هو ياكله ابدا من غيره خلاه ينشح فطس ولا تبحوا فطره زي ما يتاكل خلاه ينشح وما اكله وما طعم ما واحد حدا منه اصبح هذا مثل موصخ اذا فطره اسمه صح غلط قصدي اذا خلاه يعني يتشرك ما ذبحه وتشرك وكبه غلط مظبوط في مثل هيك غير هذا المثل عكس هذا المثل حادثه حصلت معكم شي مره هيك ذكرتكم بهيك مثل والله ما هيك نعرف الله يعطيكم العافيه شكرا لكم يا هلا بيك الله يعطيك العافية الله يعافيك حياك من وين حضرتك؟ من دير الزور أهلا وسهلا وين من دير الزور؟ مدينة أبورية من؟ مدينة أبورية أهلا وسهلا فيك في مثل بيقول جحا أولى بلحم تورو إيه نعم أولى صح إنه كان نايم بالشتاء وإجا واحد سرق الحرام من عنده وطلع على الساحة برا وذبحته وكان الجو برد وهذيك الجو البرد ما حدا أخذ من لحمه وهيك طلع المثل إنه جحا أولى بلحم تورو وليش ذبح تورو بالشتاء؟ يعني مشان يعطي الناس عبرة إنه سرق الحرام تبعه من عنده شو الربط بين يعني سرقة الحرام تبع جحا وبين جحا إنه يذبح تورو؟ هاي ما بعرف ما بتعرف على كل قربت للجواب يلا إن شاء الله انتهت حلقة هالأسبوع من برنامج مثل معنا واللي كانت عن المثل اللي بيقول جحا أولى بلحم تورو رح نكون معكم بالأسابيع القادمة بحلقات جديدة وأمثال جديدة لمتابعة برنامجنا تابعوا صفحة الفيس الخاصة بالقناة وأيضا موقعنا على الانترنت halabtodaytv.net السلام عليكم ورحمة الله وبركاته